أعزائي متابعي صفحاتنا وقناتنا وغير متابعي، كنرحب بكم في فيديو جديد وفي شقة جديدة على قناتكم شقق فاس. طبيعة الحال كنتواجدوا في مدينة فاس وفي طريق موزار وفي قلب شقة ديال أعزائنا الأوفياء. جينا باش نقدم لكم شقة معروضة للبيع على شكل دوبليكس، المساحة ديال 217 متر، كيتواجدوا فيها 4 ديال الغرف صالون وسيجور وكذلك 3 ديال الحمامات. هذا هو المدخل ديال الدوبليكس. حنا دابا في الطبق فوق ارضي ديال الدوبليكس. بالنسبه للدوبليكس كيتواجدوا فيه جوج ديال المداخل، كيتواجد مدخل في الطبق الارضي ومدخل كذلك في الطبق فوق ارضي. غادي نبداو معكم باش نشوفوا الطبق فوق ارضي كيتواجد فيه الاستقبال، عباره على هذا الصالون بمساحه كبيره وبثلاثه ديال الشراج على الشارع باطلاله مشمسه في الفتره الصباحيه. بالنسبه للمسه الاخيره ديال الاستقبال، كيتواجد الرخام في الارضيه ديال الاستقبال والصباغه عباره عن عنبره كما كتشوفوا. ثلاثه ديال الشراج على الشارع كيعطيو الاضاءه وكذلك الشمس في الفتره الصباحيه للاستقبال بشكل كافي. الروديات الكتريك كما كتشوفوا، الديزاين ديال القبس طاغي عليه السامبل. بالنسبه لصاحبه الشقه، دارت صالون مغربي في جميع الاستقبال، ممكن انك دير جلسه روميه وكذلك جلسه بلديه، لان الديزاين ديال القبس مقسوم. كيتواجد كتوجد المدفأة في القلب ديال الاستقبال، كتعطي جمالية للاستقبال. نشوفوا باقي المرافق ديال طبق فوق ارضي ديال الدوبليكس. هذه الغرفة الرئيسية، الغرفة ديال النوم، غرف بمساحة كبيرة. كيتواجد في القلب ديال الغرفة دريسينغ وكذلك حمام. حمام مزلج في الحيطة من الأرض حتى البلافو، كيتواجدوا فيه الأكسسوارات اللي كتحتاجهم في الحمام ديالك. وبالنسبة للغرفة ديال النوم، الإطلالة ديالها كتطلع على لاكور، إطلالة كتكون مشمسة في الفترة المسائية. بالنسبة للصباغة اللي كتواجد في الغرفة ديال النوم، سامبل وكذلك الديزاين ديال القبس طاغي عليه السامبل. قريب من الاستقبال كيتواجد حمام مخصص للضيوف وكذلك كيتواجد فاسك. حمام كذلك مزلج في الحيطة من الأرض حتى البلافو، وكيتواجدوا فيه الأكسسوارات اللي كتحتاجهم في الحمام ديالك. نشوفوا باقي الغرف ديال الدوبليكس. هذه الغرفة الثانية مخصصة للأطفال، كيتواجد كذلك في القلب ديالها خزانة من ثلاثة ديال البيبان، والصباغة ديالها عبارة عن عنبرة، والإطلالة ديالها كتطلع على لاكور. وبالنسبة للديزاين ديال القبس طاغي عليه السامبل ومجهز كذلك بالسبوت. كما كتشوفوا الغرف ديال الدوبليكس بمساحة كبيرة ومريحة لنا. تفضلوا معنا باش نشوفوا الغرفة الثالثة في الطبق فوق أرضي ديال الدوبليكس، عبارة عن غرفة ديال النوم كيتواجد كذلك في القلب ديالها خزانة ومفتوحة كذلك على بالكون بإطلالة على لاكور. خزانة من ثلاثة ديال البيبان كما كتشوفوا، وبالنسبة للصباغة ديالها كذلك عبارة عن عنبرة. حنا في دوبليكس بمساحة ديال 217 متر، كما كتشوفوا البالكون الإطلالة ديالو على لاكور.
بالنسبة للمسة ديال البالكون في طاولة الإنجاز ممكن أنك تضيف عليه الإينوكس. خليكم معنا باش نشوفوا الطبق الأرضي ديال الدوبليكس. كما شفتوا الطبق فوق الأرضي ديال الدوبليكس كيتواجدوا فيه 3 ديال الغرف وجوج ديال الحمامات وكذلك الاستقبال وكذلك المرافق المخصصة للضيوف. دابا غنهبطوا باش نشوفوا طبق أرضي. الطبق الأرضي ديال الدوبليكس. بالنسبة للطبق الأرضي كيتكون من المطبخ وكذلك غرفة وكذلك لاكور وحمام. هذا هو المدخل الرئيسي ديال الطبق الأرضي كما كتشوفوا قريب من المدخل ديال الإقامة. بالنسبة مخصص للعائلة ممكن أنك تدخل المطبخ بشكل مباشر. وبالنسبة للطبق فوق أرضي مخصص للضيوف كيؤدي الاستقبال بشكل مباشر. دخلنا للطبق أرضي لقينا هذه الجلسة مخصصة للسالمونجي قريبة من المطبخ. مطبخ بمساحة كبيرة ومريح مقسم بالخشب كما كتشوفوا البلاكارات من فوق ديال البوتاجي، والبوتاجي على هذا الشكل مجهز بالجرانيت. كما كتشوفوا المطبخ مزلج في الحيوطة من الأرض حتى البلافو، وكتتوجد الخزانة ديال الأواني في القلب ديال المطبخ. المساحة ديال المطبخ مساحة كبيرة اللي كتوفر لك المكان ديال الثلاجة وكذلك باقي الأكسسوارات اللي كتحتاجهم في المطبخ ديالك. والمطبخ كذلك مفتوح على لاكور، لاكور مزلج وبمساحة كبيرة وكيتواجد فيه لانستالاسيون ديال الشوفو كما كتشوفوا. لاكور مزلج في الحيوطة من الأرض حتى للفوق. دوبليكس بمساحة ديال 217 متر في التيتر كيتكون من 4 ديال الغرف. شفتوا معنا 3 ديال الغرف في الطبق فوق أرضي، وفي الطبق الأرضي كتوجد الغرفة مخصصة للجلوس بإطلالة على لاكور وبصباغة طاغي عليه السامبل وكذلك بديزاين كذلك طاغي عليه السامبل. وبالقرب منها كيتواجد حمام. 3 ديال الحمامات في قلب الدوبليكس. شفتوا معنا جوج ديال الحمامات في الطبق فوق أرضي وحمام في الطبق الأرضي. التصميم ديال الدوبليكس ممتاز والثمن كذلك في المتناول. بالنسبة للثمن الأول ديال الدوبليكس قابل للتفاوض هو 95 مليون سنتيم، أي ما يعادل 4400 درهم للمتر مربع. ثمن في المتناول مقارنة مع الموقع. أنا كنت واجد في طريق إيموزدار قريب من المقهى ديال لاسويت على بعد 200 متر من الطريق الرئيسية ديال طريق موزدار. ما تنساوش تتابعوا الصفحة ديالنا على الفيسبوك وكذلك الانستغرام شقق فاس وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس باش تطلعوا على المزيد من العروض بتصاميم مختلفة وكذلك بأثمنة مختلفة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد وإلى شقة جديدة.